الهاتف الجديد ديال انفينيكس اس 4. هذا الهاتف اللي انفينيكس حاولت انها تغير جميع المعايير ديال المنافسه في السوق المغربيه. هاتف اللي كيتمتع اللي كيتميز بمزايا كبيره 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 اللي غادي تعرفوا عليها، تقريبا 64 في ستوكاج، 6 جيجا رام، 4000 ملي امبير، 32 في ميجا بيكسل، يعني تقريبا بواحد لو بخي ديال 2000 درهم. دونك تقريبا انفينيكس كما قلت لكم قلبت الموازين في هذا لو سيغمون ديال لو بخي، ونتمنى ان شاء الله هنا الاعجاب ديال لي زوتيليزاتور ديال انفينيكس.